تنصح السيدات في شهر رمضان باش يتهلاو في سنانهم، لان الصيام ما تيمنعش من النظافه. واخا الواحد صايم كله يتهلا في سنيناتو، يحكم باش يبقاو نقيين وصحاح وتبقى الرائحه مزيانه في الفم، لان يعني كلشي كيعرف بان مع الصيام تتكون واحد الرائحه شويه خايبه. اذا حكان السنان ولا بدا في شهر رمضان، نحكو سناننا في الصباح منين نفيقو، نحكو عاوتاني اللي حسينا بواحد الرائحه اللي ماشي هي هذيك، لان التا هي كتعطي رائحه الا ما حكيناهاش، ونحكو سنينات ديالنا مور الفطور ونحكوهم حتى في السحور. وتنصحوا الناس باش ما يكثروش من الحلويات في هذا الشهر، تنعرفوا مع الشباكيه والبريوات والواحد تيكثر في شهر رمضان، باش نخليو السنان صحاح، نقصوا شويه من الحلويات.